سيادتك المصنعتين دول بعد المراقبة اتأكدنا ان هما مكان لتدريب العناصر. ده مخزن سلاح. واحد من المكانين دول مستخبي فيه ابو البراء وابو اسامة. اتنين من ابرز قيادات التنظيم. المزرعتين دول هنهاجمهم مع اول ضوء للنهار. المزرعة الاولى يهاجمها المقدم طارق. والمزرعة التانية يهاجمها الرائد نور ومجموعة العمل الخاص. إدريس هيكون في انتظاركم كداعم ليكم في حال حدوث أي شيء طارئ. مش عايز مخلوق يفلت من إيديكم. ربنا يوفقكم. تمام يا فندم. بقول لك يا رافض. يا فندم. عينك على المزرعة التالتة. لو حصل أي تحرك أو شفت أي حاجة تبلغني على طول. تمام سيادتك يا فندم. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. اللهم إني أحتسب هذا العمل عندك. اللهم إني أحتسب هذا العمل عندك. فاكتبه اللهم لي في ميزان حسناتي. فاجعله في ميزان حسناتي. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. كلمة عليها نحيا. كلمة عليها نحيا. وعليها نموت. وعليها نموت. وبها نجاهد في سبيل الله. وبها نجاهد في سبيل الله. وعليها نلقى الله. وعليها نلقى الله. الله أكبر. 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 واحد زيرو واحد قادر طارق المنادي. احنا سيطرنا على المكان. لكن البراء وابو اسامة مش موجودين. واحد زيرو واحد قادر نور منادي. واحد زيرو واحد قادر نور منادي. سيطرنا على المكان بس مفيش ابو البراء ولا ابو اسامة. مالك فيه؟ مليش. أنا تمام. أنت تمام؟ أنا تمام. سيبه طيب. لا لا أنا أودي. مفيش أي تحرك في المزرعة هنا خالص. الوضع زي ما هو. فاضية تمام. بس يا فندم مش معقول يكون أبو عمار بيكذب. في حاجة ناقصة. أبو أسامة سبق بخطوة. توقع لو ابو عمار اتكلم هيقول على الاماكن دي فغير مكان عادي. اخبار عيد ايه؟ ظهر؟ لحد دلوقتي لا. كل الصيدليات في المنطقه ما حدش منهم بلغ ان في حد ظهر او سال عن الحقن. مش لازم نستناه برضو. احصل لي كل البيوت اللي حوالين السوق والجامع واسامي الناس اللي فيهم. تمام يا فندم. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.